هيكمل بشكل اساسي في الماتشات اللي جايه. هنشوف كده هل ماتش امبي ده هيلعبه ولا هيرجع محمد عواد، بس المؤكد ان محمد صبحي هيلعب ماتش شباب بلوزداد في الجزائر. محمد صبحي ظهر بشكل كويس قوي زي ما قلت لكم، سواء في الكور اللي جات له اتعامل معاها بشكل كويس قوي، او في صناعته للهدف الثالث. يعني دي حاجه لما يكون عندك حارس مرمى كورته حلوه وبيقدر يوصل المهاجم وبيلعب يعني يوصل الكره بشكل معين للاعيب، تبقى حاجه مميزه جدا، وده اللي عمله محمد صبحي. وعلى فكره برضه مش عايز يعني انسى دور عواد. عواد شال الزمالك الفتره اللي فاتت كلها، السنه دي والسنه اللي فاتت كان تالق عواد، وكان سبب من اسباب فوز الزمالك بالدوري والكاس السنه اللي فاتت. فما يكون عندك اتنين حراس مستواهم مميز والاتنين مستواهم مرتفع وبيتبادلوا اللعب، دي حاجه كويسه جدا. يعني كلامي على محمد صبحي ما يخلينيش انسى دور محمد عواد اللي تالق، بس محمد صبحي في الفتره دي فايق، فلازم نستغل كده. عواد موجود وعواد بيشارك، ولما بيلعب يبقى مميز جدا، فالاتنين مميزين جدا، ودي حاجه كويسه لنادي الزمالك يكون عندك اتنين حراس كبار ومميزين في المستوى.